السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ مرحبا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم انا في سوق الخضر قريب ليا من الدار ديالي، غير جوج دقائق. راه اللي بغى يشوف هذا السوق راه دار التغطيه ديالو، غنخليه في صندوق الوصف. هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ مرحبا. هذا الرجل راه كان كيشتغل في السعوديه، راه قلت القصه ديالو في داك السوق الخضر. نخلي لكم اللي لينك في صندوق الوصف. 2 كيلو.
غادي نوريكم فين كيتباع الحوت، ولكن انا ما كنشريش السمك من تمايا، كنشري من جومبو فينيكس حيت انا كنقلب على السلمون، السلمون ما كاينش هنا. وبالنسبه للمغربيات اللي بغيو يجيو هنا كلوا السردين، حيت السردين ما كاينش في جزيره موريشيوس، كيتباع غير في العلب. هذه هي الحالة ديالي أنا، ملي كنكون بوحدي سياكة مع البنت هز البنت هز قفة، يعني أنا أغلبية الشغل ديال الدار كله كنديرو، التقادية إلا خسرات شي حاجة إلا طرا شي حاجة في الدار، يعني أنا كتكلف بكلشي ديال الدار، يعني الزوج ديالي كنكلف فيه بالعمل ديالو. ودابا راه شكون اللي كيصور؟ أجوي شكون اللي كيصور؟ كنشوف أي واحد كنقول له شد عافاك صور لي كيصور ليا. وهذه دايره تقريبا 25 روبي لنصف كيلو، نشري كيلو هاو. هذا جاك فروت، جاك فروت هي فاكهه ولكن كطيب على شكل خضار. دابا نوريكم كيفاش كطيب. مدام سافا وي سافا ميرسي دوني مو لو غريس فير لا ا تري جولي لا تري جولي سي 50 روبي لا نو سي لا سي 70 70 là. D'accord madame. ضروري ما تجيو معكم بيرمي، جيو معكم بيرمي هكا باش تنقلوا بلا ما تصدعوا رجالاتكم، انكم ضروري يخرجوا معاكم ضروري، يعني الراجل خصو يبقى مكونسونطري في العمل ديالو، الا خرجك يخرجك مره في الاسبوع فهمتوني، ولا كاع جوج مرات في الاسبوع. انا عندي واحد لافونتاج اني شي مرة تكون عنده مثلا شي اجتماع في شي بلاصه في شي كافيه في شي ريستورون او شي مول، يعني كنمشي معاه تيقول لي ندوز عليك بالزربه لبسي حوايجك غادي نديك تصوري تما، هذا هو لافونتاج اللي عندي. و ابار سا انا يعني نهاري هكا كندوزو في الاسبوع، كنمشي نتخدى كنمشي نشري مثلا شي حاجه ناقصاني، المهم هكا كندوزو دايما حاضر ديال البيت ونصور. هذه هي التقضيه ديالي، ودزت للسوبر مارشي خديت هذا الشيء، وحدا السوبر مارشي كاين واحد البلايصه بحال هكا شي ياكلوا فيها الناس هكا شي حاجه قليله، خديت هذا الشيء اللي ناكلو عاد نمشي للدار ونطيب الغدا ونتغداو. هادي فيتي بولي يعني فيها الدجاج من الداخل، وهادي فيها تاهي الدجاج وكاينه حتى بالخضر من الداخل، سميتها هاكي بولي زوينه بزاف هكا طويله، هذا غناكلها ونوريها لك. شوفوا من الداخل يعني هاد البلايص كاملين يعني قرابين من الدار كاملين، باستثناء اللحم كنت خديته من روز هيل، مع هاد البلايص كاملين قرابين من الدار ديالي، جوج دقائق غنتوصل صح. هادي باش مزيانة لربات البويز بحالي هكا مزيانة ليهم السكنة اللي نسكن فيها حدا كوجي، هادي أو ميم طون كدوزي وقت زوين مع بنتك ولا ولدك، أو ميم طون كتخرجي تقداي هكا كتحيدي داك هذاك الروتين، كتحيدي داك الاكتئاب اللي كيجينا حنايا اللي كنبقاو جالسين في الدار ديما. المهم انا بغيت نوصل رساله للسيدات اللي جالسين بحالي هكا، شغلوا وقتكم خرجوا تقداو جيبوا عادي ديروا هادي، يعني اي حاجه ممكن يديرها الرجل ديريها انت، خليه هو يتكونسونطرا في الخدمه ديالو في العمل، انت اي حاجه ديريها في الدار. انا مثلا خسرت اي حاجه في الدار كنصاوبها انا، كنجيب الناس اللي يصاوبوا عليا وداكشي. في العام الاول ما كنتش كنعرف بيان سيغ، ولكن تعلمت يعني منين نجيب هادي منين نجيب هادي، ما نكونش عاوتاني ديبوندون الزوج في كل شيء، يعني انا نقاد راسي شي مره مرضات البنت انا اللي نديها، يعني محتاجش نعيط للزوج ديالي اجي خذ وقت من العمل ديالك واجي، فهمتيني؟ هكا كدوزي وقتك وكتبدلي ساعه اخرى ما تفكريش بزاف في الغربه. زوينه الفيتا فيتي بولي كيكونوا في الباتيسري بحال هكا اللي حدا السوبر مارشي، اي سوبر مارشي في اي مول
في باتيسري حدا السوبر مارشي. نزلت مزروبه ما فطرتش مزيان الصباح بكري وقضيت هاد الشغالات كاملين. اللي بغى يفطر في موريشيوس يجيب بحال هاد البرايس اللي كيكونوا حدا اي سوبر مارشي حداه واحد الباتيسري تيكونوا اسعار مناسبه وكتاكلوا بحالكم. وكان هذا هو اليوم ديالي، ما كملتوش في هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم، ان شاء الله في الفيديو الجاي غنكملوا غنوريكم سوق الاسماك وانواع كثيره من الاسماك. ممكن انا كاين الاسماك اللي ممكن تشوفوهم اول مره، وان شاء الله نوريكم حتى سوق اللحوم، وهكا تاخذوا فكره على الاسعار وعلى الاسماك وتشوفوا هكا يا جزيره موريشيوس من منظور اخر من مغربيه عايشه هنايا. وهذا يوم من حياتي اللي اغلبيه كتكرر في الاسبوع، وهكا نعطيكم طبع على جزيره موريشيوس وعلى الناس ديالها البساطه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.